أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب السر والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، إنك على كل شيء قدير. وبعد، نزلنا مع كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله، ومن مع باب الصحبة. وقفنا على أدلة الصحبة وأهميتها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال العلماء فيها. فقال رحمه الله مستدلا على أهمية الصحبة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأتى بعدد من الآيات، سنقتصر على آيتين أو ثلاث. قال الله رحمه الله: الدليل على أهمية الصحبة من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم أتى بآيات أخرى من قوله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، أي من رجع إلي. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الظالم يعني الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش للرحمن فاسأل به خبيرا. وسنتكلم على الآية الأولى التي استدل بها على أهمية الصحبة باختصار شديد، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن الله تعالى أمر بهذه الآية، في هذه الآية الكريمة أمر الإنسان المؤمن أن يتصف وأن يتحلى بالتقوى. والتقوى هي الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. فإذا اتصف الإنسان بالتقوى وامتثل الأوامر واجتنب النواهي وصار متقيا، صار من أهل التقوى، فلماذا أمره الله سبحانه وتعالى بالصحبة الصادقين؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولا، ثم قال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أهل العلم ومشايخ رضي الله عنهم أن ما أمر المتقي بصحبة الصادقين يعلمهم كيفية الصدق مع الله تعالى في أعماله وفي أحواله كلها. فهذه هي أهمية الصحبة، أن يعلموه أهمية كيفية الصدق مع الله تعالى في أحواله وفي أعماله، فيخرج من الرياء والعجب بأعماله إلى الإخلاص في الأعمال. تفضل سيدي. بارك الله فيكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. We are still reading from the book Realities of Sufism of Sheikh Abd al-Qadir Isa. And we're still in the chapter of the regarding the companionship, reading from page 58, where here Sheikh Abd al-Qadir will start bringing some evidences for the importance of companionship in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and then therefore in the hadith as well. But we start inshallah with some of the evidences from the book of Allah subhanahu wa ta'ala.
and here he quotes Allah subhanahu wa ta'ala's book in Surah At-Tawbah, "O you who believe, fear Allah and be with the truthful." Again, in another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala commands us to be patient. Be patient along with those who call upon their Lord in the morning and evening, desiring his countenance, and do not turn your eyes from them, seeking the delight of this word. And do not obey he whose heart we have made heedless of our remembrance, and who follows his desires, and whose affairs is wrath. Follow the path of he who has turned to us in repentance. On the day of that the oppressor, another ayah from Surah Al-Furqan, on the day that the oppressor shall bite his hand and say, would that I had taken a path with the messenger, would that I had not taken so and so as an intimate friend, certainly he has led me astray from the reminder after it came to me. Indeed, Satan is ever deserter of man. Another ayah again, intimate friends will be enemies on that day, so for those who observed piety. Mulay Abdul Kabir here commented on the first ayah, O you who believe, fear Allah and be with the truthful. In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us, is ordering us to have taqwa. And the taqwa is basically two folds. One is to obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and the second is to avoid the prohibitions. And the consequence of that, or the other order that is attached to it, is to be with the truthful. What's the importance of being in the companionship of the truthful? This is because the truthful, by being with the truthful, we learn to be true with Allah subhanahu wa ta'ala in our inner state as well as in our action. We learn the ikhlas. We know the sincerity by being the truthful. That's the meaning or the interpretation or the sign or the indication from this ayah. Having taqwa and be with the truthful. Tafadhal Sidi. إشارات التي وردت في هذه الآيات باختصار. قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الكهف من الآيات التي استدل بها الشيخ عبد القدير: واصبر نفسك، بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإن كان الخطاب في هذه الآية موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، إنما إن المراد به هو التشريع لهذه الأمة وتعريف هذه الأمة وأصحابها على الخصوص بمن يصاحبون وكيف تكون الصحبة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوما فوجد جماعة يذكرون الله تعالى، فسألهم: ما أجلسكم ها هنا؟ ما الذي أجلسكم في هذا المكان؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ساعة. فقال: اللهم أجلسكم إلا ذلك؟ كأنما استحلفهم. قالوا: نعم، اللهم أجلسنا إلا هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن رأيت الرحمة تتنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما لا يراه الناس العاديون، ويسمع ما لا يسمعه الناس العاديون، فهو رسول ونبي. فلما كان أصحابه مجتمعين رأى الرحمة تتنزل عليهم، فأراد أن يبين لهم وأن يلفت انتباههم إلى أهمية هذا المجلس وإلى أهمية الصحبة الجالسة الصالحة عندما يكون التقاؤها على ذكر الله. فلذلك أي أراد أن يبين هذا المجلس فخرج إليهم وأخبرهم وفعل معهم ما فعل تنبيها لهم، وأنهم أراد أن يشاركهم هذه الرحمة. والله تعالى في هذه الآية يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فلما نزلت عليه هذه الآية خرج إلى أصحابه، خصوصا فقراء المهاجرين الذين كانوا في الصفة، فقال: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. فهو قال: واصبر نفسك، فكأنما الصحبة في الله تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تحمل
تحتاج إلى غض الطرف وإلى غير ذلك. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صفتهم الذين تجب صحبتهم أنه ممن توجهت قلوبهم إلى الله، ممن مشغلون بذكر الله، ممن صلحت أحوالهم الظاهرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ومرادهم من ذلك وجه الله تعالى. وهذا يعني يعرف من أحوالهم بصحبتهم ومعاشاتهم طويلا. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تشتغل ولا تلتفت إلى ما سوى هؤلاء القوم، ولا تطع من غفلنا قلوا عن ذكرنا، ولا تصاحب الغافلين، لأنهم يقولون مع من تكون بحاله تكون، إن صحبت ذاكرا ذكرت، وإن صحبت غافلا غفلت. ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما إذا فهن النهي عن مصاحبة من كان غافيا عن الله متبعا هواه قد فرط في أمر ربه سبحانه وتعالى. فالذي أفرط في أمر ربه هو يعني جدير بأن يفرط بأمر صحبته وغيرها. ثم نختم بقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالصحبة من الصالحين تنفع في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيحصل لك التذكير بالله تعالى وتتقوى على الطاعة، ويحصل العبادة جماعة وتتقوى معهم في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وصحبة الغافلين يقع لك بالعكس، تبتعد ويقع لك انقطاع عن الله تعالى في الدنيا. أما في الآخرة فإنك تحشر مع من أحببت في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأن الصحابي الذي جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال يعني الرجل يحب القوم لكن لا يعمل بأعمالهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال الصحابة رضي الله عنهم فما فرحنا بشيء أشد فرحنا بهذا الحديث، لأننا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون معه إن شاء الله يوم القيامة. فلهذا الصحبة في الدنيا تنفع، الصحبة في الصالحين تنفع في الدنيا كما تنفع في الآخرة. ففي الآخرة يحشر مع من أحبهم في الدنيا وإن لم يلحق بعملهم وإن لم يكن مجتهدا كما كانوا مجتهدين، وهذا من فضل الله تعالى وكرامته، المرء مع من أحب. وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة في حديث القدسي أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم يوم لا ظل إلا ظلي. أين الذين كانوا في دار الدنيا اجتمعوا على محبتي، والعالم اليوم في ظلي أي في ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. تفضلت لي هذه فوائد الصحبة يعني في الآخرة. كذلك فإن الناس الصالحين لهم شفاعة فيشفعون له ويكون معهم في الجنة إن شاء الله بحول الله مع قوته. تفضلت لي. بارك الله فيكم سيدي. So Munir Abdul Kabir here, we continue. We're reading from page 58, as we said. The second ayah is from Surah Al-Kahf, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, commands us to be patient, or commands actually Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This ayah came as, was revealed as an instruction to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Be patient along with those who call upon their Lord in the morning and evening, desiring his countenance, and do not turn your eyes from them, seeking the delights of this world, and do not obey he whose heart we have made heedless of our remembrance, and who follows his desires, and whose affair is wrath. So Mulay Abdul Kabir said that despite the fact that this ayah came as a kind of instruction, or was addressed
to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, but the intent behind this ayah is actually to highlight the importance of companionship, of good companionship to all of us, to all of the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And here is worth mentioning another story where the Prophet sallallahu alayhi wasallam went out and saw a group of sahaba gathered making dhikr, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and he asked them, what are you doing? What made you come together? And they asked him, we came together just to remember Allah subhanahu wa ta'ala. So he insisted and he reiterated his question, did you really come out and gathered only to remember Allah subhanahu wa ta'ala? And they responded with the positive. They said, yes, Ya Rasulullah, we came only seeking to remember Allah subhanahu wa ta'ala. Then Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that, indeed I saw the rahmat, the blessings and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala coming down onto this group, onto you. And I wanted to come and see that and be part of this this glad tidings. So this is, it's teaching us this good companionship, the importance of this good companionship. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when this ayah, particularly from Surah Al-Kahf, was revealed unto him, he went out and he saw a group of fuqara, of poor sahaba, making dhikr, remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And he asked him, what are you doing? And he said that we are here just seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and remembering Allah just for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. In the same ayah, Allah subhanahu wa ta'ala commands the Prophet and then there and thus ourselves to stay away or not to accompany those who are heedless, those who are whose maybe intentions are purely in the dunya, because the human being or the man we become like the ones that we accompany. We tend to take the traits of those that we live with, that we accompany. So we have to be very careful who we take as companions. There, and then in Surah Al-Furqan, on page 59, Allah subhanahu wa ta'ala says, on the day that the oppressor shall bite his hand and say, would that I had taken a path with the messenger, would that I had not taken so-and-so as an intimate friend. Certainly he has led me astray from the reminder after it came to me. Indeed, Satan is ever deserted of man. And here Mulay Abdul Kabir says that the companionship of righteous people results to two benefits. One is in the dunya and one is in the akhirah. In the dunya, by being with the righteous people, we will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through practicing what they practice, through taking on their traits, and in the akhirah we end up with the people that we love, as the hadith says that a man is in the akhirah is resurrected with the ones that he loves. And the sahaba were very, very happy when they heard this hadith, even if he does not do as much, or maybe in terms of actions, in terms of deeds, this man may not be as rich in terms of deed than his companions, but if he loves them, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah will resurrect him with those that he loves. Another hadith, Allah subhanahu wa ta'ala says in hadith Qudsi, the meaning is that Allah subhanahu wa ta'ala will ask in the day of resurrection, where are the ones who were with each other or loved each other in my love for my own sake, as I will bestow on them my shade and marhamat in this day where there is no other shade that Allah subhanahu wa ta'ala's shade. So these are the benefits from being with the righteous people in the dunya and in the akhirah. Tafadhalu Sidi. قد يعني تكلمنا عن الآيات باختصار شديد، وإلا فكل آية من الآيات التي استدل بها الشيخ عبد القادر رحمه الله فيها معنى خاص من معاني الصحبة، لأن الوقت لا يساعد أن نمر على كل آية وما فيها من المعاني، إن شاء الله سيستغرق وقت طويل. قد أثرنا الاختصار في الكلام عن الآيات، وانتقل الآن إلى قوله رحمه الله: الدليل على أهمية الصحبة
من الأحاديث الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد فيه ريحا منتنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكل هذه الأحاديث التي أوردناها الآن إنما تتكلم في أهمية الصحبة والدليل عليها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول ضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح، فوصفه كحامل المسك. والمسك كما تعلمون نوع من أنواع الطيب. فقال: إن الرجل الصالح ومثله مثل حامل المسك، كما رجل معه مسك. والمثل الرجل السيء، الرجل الغير الصالح، كنافخ الكير. ونافخ الكير هو يعني الرجل الذي ينفخ في فرن من حديد، الذي يصنع الحديد، حداد. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، هذا الذي عنده المسك، إما أن يعطيك منه، وإما تبتاع منه، وإما تجد منه ريحا طيبة. فإما أن يعطيك، هذا مثل على إما أن هو يبدأك فتستفيد منه شيئا، إما أن يبدأه فتستفيد منه شيئا، أن يتكلم قبل أن تسأله، أو تتعلم من أخلاقه وأحواله بلا مخاطبة وبلا كلام، كما قالت ابن عطاء الله في حكمه في وصف الرجل الصالح: لا تصحب من لا يهدك حاله، ولا يدلك على الله مقاله. ولهذا هنا قال: لحميزك إما أن يحذيك، إما أن يعطاك. والعطاء هنا معناه أن تستفيد منه إما حالا أو ذوقا أو عملا قبل السؤال وقبل الكلام. وحالة ثانية قال: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه. تبتاع منه أي تطلب منه، تشتري من عنده. وهنا يكون السؤال منك أنت أولا، فتسأل الرجل الصالح والعالم الصالح فتستفيد من علمه، وإما أعطاه الله سبحانه وتعالى إما من علومه الشرعي، وإما من أحوال السلوك الطريقة. قال: وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأقل شيء أن ترى من أحواله ومن سمته ومن صفاته الظاهرة فتستفيد منها شيئا. أقل شيء أنك تستفيد من سمته وحالته الظاهرة. قال: ونافخ الكير، هذا الجليس مثل الجليس الرجل يعني الغير الصالح، إما أن يحرق ثيابك، إما أن تسمع منه من الألفاظ أو من الأخلاق ما لا يقبل شرعا أو ما هو حرام شرعا، وإما أن تجد فيه ريحا منتنة. وأقل فإذا لم تسمع منه كلاما فترى من حاله ومن أحواله ومن أقواله ما يؤذي سمعك وما يؤذي بصرك. تفضل سيدي. بارك الله فيكم سيدي. So here Mulay Abdul Kabir just took a couple of examples, couple of ayahs to reiterate the evidences of good companionship from the Quran. But for the sake of time, we won't be able to go through all of the ayahs and interpret them. And we will move to the evidences from the hadith. And here we read from page 59. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, said, "The example of a good companion and a bad companion is like that of the seller of musk and the one who blows the blacksmith bellows, respectively. As for the seller of musk, then either he will grant you some or you buy some from him, or at least you enjoy a pleasant smell from him.
As for the one who blows the blacksmith bellow, then either he will burn your clothes or you will get an offensive smell from him. Then we have also other hadith, but I think I should just go ahead straight into the commentary that Mulay Abdul Kabir gave. So in this first hadith, the companion, the Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is given the example of a good companion and bad companion. The good companion being a seller of musk, which is a type of good perfumes. And the bad companion is the person who works as a blacksmith on this big oven fire that melts the iron and metal. Now the good companion, we either benefits from him because he has preceded us. So we learn from him, from his actions, from his state, because he has preceded us in terms of in the tariq to Allah subhanahu wa ta'ala. And we take benefit from him without even asking him, without even seeking literally and structurally the knowledge from him. But just by being with him and observing his actions and his words, we benefit from him and we learn from him. Else, the next level is that, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, or you buy some from him, or you buy some musk from him. Now, the illustration or the example of buying is a metaphor for maybe seeking knowledge and asking knowledge. Like you ask him specific questions and you seek knowledge from him, where he explains certain things verbally, so that we have this kind of teacher-murid relation. Or at least you enjoy a pleasant smell. Or if you don't attain the first and the second one, at least we just benefit from being with them. Even if we are not like learning from them, from their actions, from their words, or from their ilm, from their knowledge in a formal way, but at least by being with them, we benefit from them and we benefit from their barakah. And respectively, on the contrary, if we are with, God forbid, bad companions, then we definitely, we will get hurt from their actions or their words that are in the haram or that Allah subhanahu wa ta'ala do not like. So this is this was this first strong hadith. Tafadhal Sidi. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الرجل الصالح هذا يعني المطلوب صحبته، فقال في الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير، أي أي جلسائنا نصحب خيرا لنا أن نصحبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من ذكركم الله رؤيته، يعني بمجرد ما تراه تذكر الله. ولماذا يقع هذا الحل العبدي إذا رأيته وذكرت الله؟ هذا الذي ينفع حاله في الناس، حتى أنه بمجرد ما يرونه يذكرون الله، هذا لأن قلبه متعلق بالله. فإذا تحقق العبد بمقام تعلق القلب بالله صارت هذه الأحوال على ظاهره، فيتأثر حتى من يراه مجرد النظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم في أول صفة من صفاته هذا الرجل المصحوب، أي المطلوب صحبته، قال أول صفة: من ذكركم الله رؤيته، يعني بمجرد أن تراه تذكر الله، بمجرد ما تراه ينصرف قلبك إلى وجهة الحق سبحانه وتعالى. هذا أولا. والصفة الثانية قال: وزاد في علمكم منطقه، يعني منطقه يعني كلامه، يعني إذا تكلم انتفعتم بكلامه وحصل لكم زيادة في العلم بكلامه. أي لا بد هذا الرجل أن تستفيد منه شيئا، لا يمكن أن تكون مجالسته يعني مجالسة غير نافعة. فالأول الصفة الأولى أن رؤيته تذكر بالله، والصفة الثانية أن كلامه نافع لك، نافع للجليس الآخر كلامه. وزاد في علمكم منطقه، أي إذا تكلم انتفعتم به. والصفة الثالثة قال: وذكركم في الآخرة عمله، وأما صفة عمله فإنها تذكركم الآخرة والأحوال، أي ترونه يعني متصفا بأحوال قلبية قد ظهرت على ظاهره، حتى صار من صاحبه
لا يجد في خاطره إلا ما يقرب من الله سبحانه وتعالى والتفكر في أحوال الآخرة. قال وذكركم في الآخرة عمله، حتى هذا الرجل إذا لم يتكلم يعني تستفيدون منه، حتى ولو أنه لم يتكلم فإن عمله يجعلكم تتفكرون يعني في كل ما يتعلق بالله تعالى، ومن جملة ذلك الآخرة، يكون يعني متصفا بالزهد ومتصفا بالتقوى وغير ذلك من مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي إن الرجل على قدر شدته وقوة دين صاحبه يكون، فإن صاحب متهاونا في أوامر متهاونا في النواهي كان كذلك، وإن صاحب من كان قويا في جانب الله تعالى قويا في دينه متمسكا بالدين تأثر بحاله. وقد أسلفنا أنهم يقولون في المثال مع من تكون بحاله تكون. تردت منه. بارك الله فيكم سيدي. In the next hadith, Ibn Abbas رضي الله عنه said, it was said, O Messenger of Allah, who among our companions is best? He, sallallahu alayhi wa sallam, replied, he who reminds you of Allah when you see him, increases you in knowledge when he speaks, and whose actions remind you of the hereafter. And Mulay Abdul Kabir here commented beautifully on this hadith, saying that this hadith basically, in this hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is explaining or showing us the characteristics, or he's describing us what are the characteristics of a good companion. And he first started by saying that the first characteristic is that when we see this person who is a good companion, as soon as we see him, we remember Allah subhanahu wa ta'ala. And this is because this good companion, his heart is connected all the time to Allah subhanahu wa ta'ala. So because he is in this state, actually, we can see an outward effect, a direct outward effect on whoever sees him. And this is the hal of the Allah subhanahu wa ta'ala, obviously. Without even them speaking, we remember Allah subhanahu wa ta'ala as soon as we see them. So that's the first level. The second characteristic is these good companions are those that from whom we can benefit when they speak to us. So they have a knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, or they have a ilm, where when they speak, when they explain this ilm, we benefit from their words, we benefit from their teaching. And the third characteristic is basically those companions, those people whose actions are those of the akhirah. So without even them speaking to us or saying or conveying a particular knowledge in words, but by just looking and observing their actions, we remember the akhirah. This is because all of their actions are stemming from their taqwa and their strong iman. So when we look at their actions, we see that those are the actions of the people who are thinking of the akhirah more than the dunya. And so that's on the commentary of this second hadith. Then we have the third hadith where Abu Huraira radiallahu anhu said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, a man is upon the religion of his companion. So let him look closely to the one he takes as an intimate companion. And here Mulay Al-Kabir, we mentioned this hadith before. Mulay Al-Kabir commented that a man's religion or iman or belief or strength of iman is as strong as the one that he accompany, as his companions. Our iman and our taqwa and the state of our heart is proportional to the ones of our companions. ثم أورد حديثا آخر قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله أخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس
وقرأ هذه الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. ففي الحديث هذا الأول الذي أسلفناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن فضيلة الصحبة في الله وأثرها وثمرتها في الدار الآخرة، فقال: إن من عباد الله، أي ناس من عامة الناس. من عباد الله مصطلح كناية على أن الناس من عامة الناس. إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، هذا زيادة في التفصيل وإيضاح حالهم، هذا زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكونوا أنبياء أو يكونوا شهداء، لأن على الناس مراتب مرتبة هؤلاء الناس. أما الرسل والأنبياء والشهداء والصالحون الأولياء على الناس مراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الناس ما هم بأنبياء ولا شهداء حتى يظهر مرتبتهم ويظهر مزيتهم في الدار الآخرة. قال: إن ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. يغبطهم الأنبياء والشهداء يعني الغبطة. ما معنى الغبطة؟ الغبطة هي إذا رأيت نعمة على العبد أو حالة عليه تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون مثله، ألاك سواء تلك النعمة أو تلك الحالة التي هو عليها. وهي عكس الحسد. الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من العبد ويصير إليك بما نعمته أو حاله. لكن الغبطة محمودة والحسد مذموم. الغبطة معناها أن تتمنى أن ما لدى ذلك العبد من نعمة أو من حال مع الله سبحانه وتعالى أن يكون لك مثله، أو ما قام عند الله أن يكون لك مثله. فقال: يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. حتى الأنبياء والشهداء يتمنون لو كان لهم مثل حالهم، وهذا يعنيهم باب إظهار مزيتهم وفضلهم. وإلا في الأنبياء والشهداء لهم مكانة خاصة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، أي بالمكان الذي جعلهم الله تعالى فيه في يوم المحشر، حيث يكون الناس مجتمعين على صعيد واحد، فتتجلى أعمال كل شخص في حالته التي يكون عليها في الدار الآخرة. سأل الله تعالى السلامة والعافية. وكل أعمالنا أنذاك تظهر لنا رأي العين، نراها مجسمة ونراها يعني في أحوال العبد، إما في ظل أو في تحت الشمس أو في مرتبة الصالحين أو في كذا كذا، أو كل إنسان يحشر صلى الله عليه وسلم مع من أحب، كما سنرى في الحديث الآخر. قال: يوم القيامة بمكان من الله، بالمكان الذي قد جعله الله تعالى فيه، وهو مكان حسن حتى يغبطهم به الأنبياء والشهداء. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم. يا رسول الله، خبرنا ما أحوال الناس، من هؤلاء الناس الذين يغبطون الأنبياء والشهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله، قوم ما جمعتهم لا دنيا ولا مصاهرة ولا أنساب ولا مصلحة، وإنما الذي جمع قلوبهم ومحبة الله تعالى، وتآلفت قلوبهم على محبة الله تعالى. ومن كانت يعني القلوب إذا اجتمعت على هذا المعنى فإنها لا تفترق لا دنيا ولا أخرى. وأما إذا وقع الخلل بين رجلين قال أنهما تحب في الله في أول الأمر فوقع الخلل، فإنما الخلل قد وقع في قلب أحدهما انتقل إلى الآخر. فإن القلوب تستمد من بعضها، إن فالقلوب الذي اجتمعت على محبة الله حاشا أن القلوب تفترق على شيء من أمور الدنيا أو من أمور الهوى أو غير ذلك. فلما اجتمعت القلوب على محبة الله فإن الله تعالى يمدها من عنده سبحانه وتعالى بالتآلف والرحمة والمودة فيما بينها. قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، أي قد تكون المحبة ناشئة عن صلة الرحيم، وقد تكون المحبة ناشئة عن مصلحة معينة كمصاهرة أو تجارة أو جوار أو غير ذلك من المصالح ومن الروابط. لكن هؤلاء القوم صفتهم أنهم تحابوا بروح الله، ليس لمحبتهم أصل غير هذا. وقد يتحاب الرجل في الله ويكون من قرابة واحدة،
فقد يتحاب الرجلان في الله ويكون من أصهار مع بعضهم، وقد يتحاب الرجل في الله وتكون بينهم تجارة، وقد يتحاب الرجل في الله وتكون بينهم صحبة وقرابة أو تجارة أو مصاهرة أو غير ذلك، لكن الأصل هو المحبة في الله. إذا اتصف العبد العباد بهذه المحبة نفعة في الدنيا والآخرة، هي الأصل، أما ما سوى ذلك فزائد. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، لا يجمع بينهم نسب ورحيم حتى تكون المحبة مبنية عليه، ولا أموال يتعاطونها، وليس بينهم تجارة ولا مصالح معينة. فالقصد هنا أن المحبة الأساسية هي المحبة في الله. فوالله النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول: فوالله إن وجوههم لنور، أي نور، أو أصبحت وجوه نور في يوم القيامة، وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس. إن في ذلك اليوم المحشر أسأل الله السلامة والعافية، يكون الناس في خوف وفي كرب شديد إلا من أمنه الله سبحانه وتعالى، ومن ألبسه حلة الأمان وخلعة يعني السلامة والعافية. لكن الناس، هؤلاء الناس الذين اجتمعوا على محبة الله، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يكون في كرب كما سيكون الناس، بل تكون لهم المزية والمكانة العظمى. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. فكيف يخافون وهم في أمان الله؟ وكيف يحزنون وقد أسبل الله عليهم ستره، وقد ناداه سبحانه وتعالى: إن المتحابون في جلالي اليوم لا أظل، يوم أظل، يوم لا ظل إلا ظلي. وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه صفة من صفة الولاية، وهي المحبة في الله سبحانه وتعالى. استدل الذي قال: ألا إن أولياء، فهم أولياء الله حقا وصدقا في الدار الدنيا وفي الآخرة. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. وإن كان الخطاب موجها إلى أبي ذر على الخصوص، لكنه عام في الأمة إن شاء الله تعالى. فإن الرجل قد يحب الصالحين ولكن يعمل بعمله، يحب أهل التقوى ولا يعمل بعمله، فم يكون مجتهد على أي حال من قيام ليل ومن قراءة قرآن ومن ذكر وغير من شرع علم وغير ذلك، وقد يكون عمله ضعيفا، لكنه يحبهم في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب هؤلاء القوم وإن لم تعمل بعملهم، فأنت ستكون محسوبا معهم ومحشورا معهم يوم القيامة، تحسب عنهم في الدنيا كما إنك ستحسب معهم في الآخرة، كما أسلفنا في هذا الحديث. بارك الله فيكم. So the next hadith سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه said, the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, indeed to Allah belongs servants who are neither prophets nor martyrs, yet they will be envied by the prophets and martyrs on the day of judgment due to their high standing in front of Allah. The companions said, O messenger of Allah, inform us about them. He said, they are people who loved one another for the sake of Allah without there being any ties of kinship between them or money exchanged. By Allah, their existence is light. They are upon light. They do not fear when the people fear, and they do not become sad when the people fall sad. He then read the verse, indeed, the friends of Allah, no fear shall befall them, nor shall they grieve. So Mulay Abdul Kabir here commented. So this hadith basically explains the results or the consequence and the benefits of a good companionship. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam starts this hadith by saying that these are ibadullah. There is a group of people who are ibadullah, Allah's servants or slaves. The choice of this word refers to the fact that these are normal people. These are not prophets, as he says, and these are not martyrs. These are not given a kind of a default status. Like, as we know, prophets and martyrs are given some sort of, by nature, by being martyrs and prophets, they are given a particular
ranking and a particular status. But this group is not of that nature. They are just ibadullah. They are just kind of normal people. However, the prophets and the martyrs envy them on the day of judgment. This is the positive envy. This is not jealousy. This is just the positive envy that they envy their status. They would like to be to have the same ranking than them than this group with Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. So who are these people? Who are these people? The Prophet sallallahu alaihi wasallam clearly here says that these are the people who have come together only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They have loved each other only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Not because they are of the same family, not because they have some business relations, not because they have some sort of interests in being with each other, but they came together only because they love each other and they love Allah subhanahu wa ta'ala. So it's a pure love. And the only pure love is the one that that we have for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. As Mullah Abdul said, that this is the, he used the word foundation or origin. This is the foundation is to love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Because this is something that benefits us in the dunya, in the akhirah, and is the only sustainable true love. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam swore, he said, by Allah, he swore sallallahu alayhi wa sallam, and he said, by Allah, their existence is light, they are upon light. They do not fear when the people fear, and they do not. So when sallallahu alayhi wa sallam swore that their face has light and they have no fear on the day of judgment, they have no sadness, this is because of in the day of judgment, it's a tremendous tribulation, and people will be in great, great fear and in great sadness when we will all see what's going on. But these people will not feel that fear. Will be very at ease and at peace. And that's because they will be under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala and under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. So they will not have this fear and this sadness. May Allah makes us amongst them, inshallah, ya Rabbi. And then he concluded by describing the friends of Allah, the awliya Allah, that they have, Allah subhanahu wa ta'ala said, they have no fear. No fear shall befall them, nor shall they grieve. And these are verily the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, both in the dunya and the akhirah. The next hadith where Abu Dhar radiallahu anhu said, oh, Messenger of Allah, a man loves the people, yet he is unable to do their good actions. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam replied, oh, Abu Dhar, you are with those whom you love. And again, even though this hadith or this reply was for Abu Dhar, but this is something that is hold true for all of us, for the ummah. And here, yes, a man could love righteous people and people of Allah subhanahu wa ta'ala, but even if he doesn't do as much as them in terms of qiyam layl, in terms of actions, or in terms of and all the good deeds, but because he loves them truly for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, our beloved messenger has guaranteed that we will be amongst them, inshallah, if we have that. Ma'am. Inshallah ta'ala. نختم هذا الفصل بهذا الحديث الذي ذكره أورده الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله في كتابه رحمه الله عن حنظلة رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله وما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين. إذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لا صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. هذا الحديث يلفت انتباهنا إلى شيء دقيق في معاني وثمرات صحبة الصالحين والأولياء والعارفين. كنا تكلمنا في الأحاديث هذه السابقة والآيات السابقة على أن الصحبة لها أثر حسن إما في عمل العبد وفي أخلاقه وأحواله واستفادته وزيادة علمه في دار الدنيا، كما أن لها ثمرة في الآخرة من أن يحشر مع هؤلاء الصالحين مع هؤلاء الأولياء العارفين ويحسب في زمرتهم فينتبعهم دنيا وآخرة. فإن هذا الحديث يذكرنا ويلفت انتباهنا أن من جملة ما ينتفع به العبد في صحبته للصالحين هي أحواله القلبية، وهو مدار حديثنا دائما حول القلب وتزكيته وتطهير النفس. فهذا الحديث يلفت انتباه هذا الأمر الدقيق. هذا الصحابي وهو حنظلة التقى مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فسأله سيدنا أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ أي كيف هو حالك؟ وقد أسلفت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت أو كيف حالك، أو إذا تساءلوا مع بعضهم البعض كيف أصبحت أو كيف أنت، فالمقصود من هذا السؤال ليس أحوالهم المادية ولا أحوالهم الشخصية، وإنما يكون المقصود دائما أحواله الإيمانية. فلذلك تجد الجواب دائما منصرف إلى هذا المعنى. ففي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحابي آخر: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. وهنا سيدنا أبو بكر يسأل هذا الصحابي: كيف أنت يا حنظلة؟ اسمه حنظلة الصحابي. قال هذا الصحابي: نافق حنظلة. نافق حنظلة أي أن هذا الصحابي لما وازن حاله الذي يكون فيه مع نفسه وحاله الذي يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه نافق، أنه صار منافقا، وصف نفسه بالنفاق. وهذا لا يستطيع إنسان إذا لم يصف إيمانه ولم يكن له ميزان دقيق إيماني وذوق عالي إيماني أن يصف نفسه بهذه الحالة. هذا دليل على صدقه وعلى قوة إيمانه وعلى إخلاصه في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال وعلو شأنه في المقامات الإحسانية. فقال نافق حنظلة أي رأى نفسه كأنه أصبح منافقا. صحابي سأله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما تقول؟ يعني تعجب، ما تقول؟ كيف تصف نفسك بأنك منافق؟ وتعرفون المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فأن يصف نفسه إنسان شخص نفسه بهذه الحالة يعني يصعب بما كان. فقال: ما تقول؟ أي ما هذا الذي تقوله يا حنظلة؟ فقال فأظهر له سبب هذا القول. فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه فيحدثنا عن أحوال القيامة وعن بعض الأمور الأخرى كأننا نراها رأي العين من شدة إيمانهم ومن شدة يقينهم. فكل ما يخبره به صلى الله عليه وسلم من شدة إيمانهم به ويقينهم بأحواله وأخباره صلى الله عليه وسلم إيمانا قويا لا ذرة من شك فيه، عندما يخبرون بشيء لا يخطر لهم شيء كأنما هو علم بالغيب أو مجرد علم، لا، فكأنما يرونه بأبصارهم أمامهم متمثلا متجسما. فقال: إذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة كأننا نراها، وإذا حدث عن النار كأننا نراها بأعيننا. قال: يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين. فإذا خرجنا من النبي صلى الله عليه وسلم واشتغلنا بأحوالنا الدنيوية
وتقينا بأهلنا وأموالنا بأولادنا واشتغلنا كأنما قلوبنا تنصرف عن هذا المعنى وتشتغل قلوبنا بالأمور الدنيوية فننسى كثيرا مما نقول ولا يكون لنا ذلك الحضور كما يكون لنا فيه عنده صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فوالله إن لنا نلقى مثل هذا حتى أنا بحالك حتى أنا مثلك يحصل لي نفس الحال لما أكون معه صلى الله عليه وسلم وأكون في مجالسته وفي صحبته فيحدثنا بذلك حتى أنا يقع لي نفس الحال كأننا نرى الأمر بأعيننا. فذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابين جوج فذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن هذا الحالة التي هم فيها إنه الطبيب صلى الله عليه وسلم الطبيب القلوب. فلما أخبره بذلك وقال له يا رسول الله إننا عندما نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار وتذكرنا بأحوال الآخرة وتذكرنا مثلا بكذا يكون لنا من الحضور كأننا نرى هذه الأمور بأعيننا لا مجرد إيمان بالغيب كأننا نراها بأبصارنا. فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله واشتغلنا بأهلنا وبضيعاتنا وبأموالنا نسينا كثيرا مما تقول ولم يعد لنا ذلك الحضور الذي كان في مجلسك نسبة الحضور وارتفاعه وقوته عندما نخرج شغل من الدنيا فينصرف كأنما القلوب تنصرف إلى هذه الأمور فتحجب عن تلك المعاني وتلك الأذواق نسينا كثيرا مما تقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لهم الداء والدواء يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن النبي يقسم بالله تعالى لنفسه صلى الله بيده الله سبحانه وتعالى قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي لو أنكم تبقون على الحالة التي تكون عليها عندي من الحضور مع الله تعالى من ربط القلوب بالله تعالى من استمداد وهذا في واحد معنى دقيق وعندما يكونون معه صلى الله عليه وسلم منه يستمدون من أحواله صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا من عنده نقص ذلك الإمداد. لكنهم يقولون فوالله لو تكونون على ما تكون تدومون على ما تكون عندي من الحضور وما ذلك الاستمداد القلبي والروحي الذي بيننا وتدومون على ذلك الحضور مع الله تعالى في مجلسي يكون لكم نفس الحضور في غير مجلسي. النتيجة قال لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر وفي حال ذكركم وقراءة القرآن ومجالس العلم التي كان يعقدها صلى الله مع أصحابه قال لو كنتم تدومون على هذه الحالة من الحضور مع الله تعالى يعني ليلة نهار وفي كل نفس ستكون النتيجة لصافحتكم الملائكة أي لو كنتم كذلك لترقيتم ترقيا إيمانيا وصافت أرواحكم حتى صرتم ترون الملائكة رأي العين لتصافحكم لصافحتكم الملائكة. وفين تصافحكم الملائكة؟ على فرشكم فرش وفي طرقكم وهذه مواضع الغفلة وهذه أشد مواطن الغفلة على العبد وهو في فراشه وفي طريقه يعني في تجارته في أحواله الظاهرة. فإذا كانت الملائكة ستصافح العبد الذي ترقى في مقامات الإحسانية ومقامات الإيمانية في مواطن الغفلة مواطن الغفلة هي هذه. فإذا كان العبد ترقى بإيمانه بأحواله وبأذواقه حتى صار يرى الملائكة عيانا وتصاف وهذا قد وقع لبعض الصحابة سيدنا عمر بن حسين كانت ممن تسلم عليه الملائكة ويسلم عليها كما في الحديث الشريف. فإذا كان العبد كما أسلفنا يترقى في مقاماته الإحسانية وفي مقاماته الإيمانية حتى تنور روحه وتستمد روحه من تلك الأنوار حتى يشاهد الملائكة عيانا ويصافحنه في مواضع ومواطن الغفلة عن الله. فبالله عليكم كيف يكون حاله في حال الذكر وكيف سيكون حاله في حالة الصلاة وكيف سيكون حاله إذا كان مقبلا على طاعة حالة لا يعرفها إلا من ذاقها وإلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. فقال لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن هذا يتدل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة ساعة ولكن لن تستطيعوا أن تدومون على تلك الحالة التي تكون عليها
لإنما تلك الحالة إنما حصلت لهم ببركة مجالسته صلى الله عليه وسلم. إنما تلك الحالة حصلت لهم ياش ببركة مجالسة، فكأنما يقول صلى الله عليه وسلم على قدر مجالستكم إياه تحصل لكم هذه المعاني. العبد في مجالسته للصالحين والعارفين والأولياء مثله كمثل هذا الهضبة الطارية الشحن لتكون في الهوات وتكون في غيرها، فإذا جلسته استمد قلبك من قلبه واستمدت روحك من روحه فتشحن بالأنوار والمعارف والأسرار، شعص بذلك المشعور. فإذا خرجت من عنده نقص ذلك المعنى، فإذا لازمت صحبته إن شاء الله يكون كذلك في صحبته في الترقي دائم. أقول صلى الله عليه وسلم لكن لا تستطيعون أن تدومون على تلك الحالة الروحانية العالية التي تكون عليها عندي، لأن ذلك إنما هو ببركة مجالسته صلى الله عليه وسلم، لكن ساعة فساعة. لكن هذه هي أحوال العبد، هذه هي طبيعته، فإن إيمانه وأحواله هذه أذواق المعارف إيمانية تزيد وتنقص على حسب الجليس وحسب ربط قلبه بالله سبحانه وتعالى. تفضل سيدي مهدي، ربطت عليكم قليلا. بارك الله فيكم سيدي. So this is, we'll conclude with hadith, beautiful hadith from Sayyidina Hanzala رضي الله عنه, who said, I met Abu Bakr رضي الله عنه, and he told him, how are you, Hanzala? Because now Abu Bakr is asking him, how are you, Hanzala? And here, when the Sahaba used to ask each other, how are you? They are not asking for their material state or their physical state, but they are asking about their spiritual state and their imani state. So how are you, as in, how is your spiritual state? And Hanzala said, Hanzala has become a hypocrite. Abu Bakr said, glorified is Allah from all imperfections. What are you saying? I said, when we are in the company of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wasallam, he reminds us of the hellfire and paradise as if we are seeing them both with our own very eyes, with our own very eyes. And yet when we are away from the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wasallam, we play with our wives and children and attend to our business. As a consequence, most of these things pertaining to the hereafter split out of our minds. Abu Bakr said, by Allah, I also experienced the same. Abu Bakr and I went to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said to him, O Messenger of Allah, Hanzala has become a hypocrite. The Messenger of Allah said, what has happened to you? I said, O Messenger of Allah, when we are in your company, we are reminded of the hellfire and paradise as if we are seeing them both with our own eyes. Yet, whenever we go away from you and play with our wives and children and attend to our business, much of these things go out of our minds. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam replied, by him in whose hand is my soul, if your state remains the same as it is in my presence, and you are always busy in the remembrance of Allah, the angels will shake hands with you in your beds and in your path. But Hanzala, there is a time for this and a time for that. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said this twice. Ibn Abi Kabir here commented that this hadith is basically highlighting a very subtle meaning or benefit of being in companionship of awliya and salihin. We said previously that good companionship leads to great benefits in the dunya and akhirah through the actions and the knowledge and so on and so forth. But this hadith is insisting on a particular point, which is the benefit that one's gather from being with awliya in terms of the inward state, in terms of their deep heart state. This sahab, so when Hanzala compared between the state where he was, in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the state when he was in his normal life and business and affairs, he could see that there was a big difference in his inner state. And this is because he had a very delicate and fine scale upon that he used in order to sense these differences. And this scale, there's only people who have progressed and who have reached certain advanced states or rankings in their ihsan path are able to
to sense these differences. So this is the first thing. We have to have this delicate scale where we can feel that our inward state is changing. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam told them, when they were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they could really see practically with their own eyes paradise and hellfire when sallallahu alaihi wasallam used to tell them about paradise and describe them paradise and hellfire. They were, Mullah Abu Kabir said, almost literally visualizing paradise and hellfire, so much that their heart was so in connection with the Messenger of Allah Subhanahu wa Taala's heart that they could really practically see this with their own eyes. So when Hanzala and Abu Bakr felt this state, they went to the healer of the heart. They went to the Messenger of Allah Subhanahu wa Taala. So this was their first step, you know, to go to the healer of the heart or the doctor of the heart. Another insight is that when our hearts are not in the presence of these beautiful souls, like the awliya or the prophets, but for in our case it's going to be the awliya, our hearts become veiled from those realities, from the true realities of the hereafter, because we get just busy with our normal daily activities and business and so on and so forth. So these could become veils on our hearts. Another insight is that by being with the Prophet and therefore with the inheritors of the Prophet, like the awliya, there is a madad, there is a connection, and there is a charge that our hearts are taken directly in the spiritual realm from the hearts of the awliya of the and the prophets. In their case, it was the Prophet, the Sahaba. In our case, it could be the awliya. So there is a sort of madad that we take directly. Another also comment, which is important, that when the Prophet ﷺ said that if you were to remain in this state of connection, as well as being in a state of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, if these two conditions were met, if you were able to meet these two conditions, then angels will come and greet you. You will see and you will greet angels even in your beds and in your paths. And these are the two places, the Prophet ﷺ mentioned these two places because these are the places where we experience most of heedlessness. When we're in our beds, we're either sleeping or getting to bed or so on and so forth. So this is not usually a place where we do remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. But if our hearts and our souls are remain in that state, of connection, then even we will be able to see angels even in those places. And this, again, I'll conclude by just saying that these meanings are reached through being in a company of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, from whom we get this kind of charge and this barakah that is in the spiritual realm that we can just taste and experience, but we cannot explain just with words. Barakallahu fikum. Shukran. إن شاء الله سنقرأ الآن تعليق شيخ عبد القادر العيسى رحمه الله على هذا الباب، على هذا الجزء من أدلة الكتاب، من أدلة صحبة ودليلها من الكتاب والسنة، لنختم به إن شاء الله تعالى هذا المجلس. قال رحمه الله: إن هذه الأحاديث السالفة الذكر وكثيرا غيرها تبين بمجموعها أهمية الصحبة وأثرها في النفوس، وأنها السبيل العملي للإصلاح والتربية، ولا سيما حديث حنظلة الذي يذكر بوضوح كيف كانت مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشع في القلوب أنوار اليقين وتزكي في النفوس جذوة الإيمان وترتفع بالأرواح إلى مستوى ملائك أقدس وتطهر القلوب من أضران المادة وتسمو بالإيمان إلى مستوى المراقبة والشهود. وهكذا مجالسة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم تزكي النفوس وتزيد الإيمان وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالى
والبعد عنهم يورث الغفلة وانشغال القلب بالدنيا وميله إلى متع الحياة الزائلة. ونكون بهذا قد ختمنا هذا الفصل إن شاء الله تعالى. نقف هنا وسنستمر إن شاء الله في المجلس القادم باستدلالات من أقوال المحدثين والفقهاء والعارفين والعلماء في أهمية الصحبة. نكون بذلك قد ختمنا المجلس. وقد ورد في ختام المجلس قد ورد علينا سؤال نجيب عنه إن شاء الله بسرعة. يقول السائل: هل يجوز للمريد أن يلقن أوراد الطريقة من تلقاء نفسه؟ إذا سأله يعني شخص آخر يريد الطريقة فسأله يقول يعني هل يريد أن يجوز للمريد أن يلقن أوراد الطريقة إذا سأله شخص آخر؟ نعم تفضل سيدي مهدي ترجم السؤال باش نجيبه إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدي. We will just conclude this chapter on the evidences from the hadith, the evidences of good companionship from the hadith, with the conclusion of Sheikh Abdul Qadir Isa, where I quote, where he said, these hadith reports and many others like them illustrate the importance of companionship and its effects upon the souls. These hadith show that companionship is the practical method for rectifying and training the self, especially the above mentioned hadith of Hanzala that shows how sitting with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would shine rays of certitude into the hearts, purify the faith within the souls, raise the spirits to the angelic realm, cleanse the hearts of the grim of materialism, and elevate faith to the level of vigilance and direct witnessing. This is also how it is when sitting with the inheritors of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and associating with them. Sitting with them purifies the souls, increases faith, awakens the heart, and reminds one of Allah subhanahu wa ta'ala. Being distant from them brings about heedlessness, occupies the heart with the life of this world, and causes it to incline to the temporary delights of this passing life. So we have concluded now this chapter. And there is a question Munawir Kabir will answer. I received a question saying, someone is asking, is it permissible for a murid to teach the awrad of the tariqa to someone else? Tafadhal usidi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam barakatuh Muhammadin wa ala alihi. Naqulu inshallah bihawlillahi ma'a quwwati. Yani la yajuzu lil murid an yulqina min tilqa'i nafsihi awrad at-tariqati illa idha adina lahu shaykhuhu bidhalik. Wa limadha hadha al-amr? Li'annahu raji'un li amrin daqiq يعلمه أرباب القلوب ومن أدله بالتربية والإرشاد ومن فتح الله بصيرته يعلم أن أمر التلقين هذا هو أمر عظيم. فإن الشيخ المأذون بتلقين الأوراد ماذا يقع في الظاهر يظهر لنا نحن إذا أخذ عنه المريد الطريقة وصافحه وقرأ معه تلاوة الفاتحة وقال وقد أذنت لك بكذا، هذا ظاهر الأمر، لكن ما يقع في باطن الأمر هو جوهر الأمر، وهو أعلم أن الشيخ إذا لقن المريد الوردة والشيخ كان مأذون والشيخ حق شيخ صادق يعني شيخ عارف بالله تعالى مأذون بتربية والإرشاد، إذا لقن المريد الوردة فإنه يزرع في قلبه بذرة من الإيمان والنورانية في قلبه، هذا يقع حيث لا يشعر به المرء ولا يراه، هذا أمر ذوقي حالي يكاشف به من فتح الله بصيرته، فإنه يزرع في قلبه بذرة إيمانية نورانية يكون ثمرتها ونتاجها ويعني تصارع كبرها على قدر صدق المريد، وعلى قدر صدق المريد مع الله تعالى ومع شيخه، فكلما كان صدقه أكبر وكلما كان حضور مع الله تعالى أكثر في ذكره نمت هذه البذرة ونشأت وكبرت حتى تتفرع وتعطي ثمارها وهي المعرفة بالله. وهذا الأمر يكون في بداية المريد لا يشعر به في قلبه، لا يشعر به إذا وقع هذا الأمر، وقد يشعر به وقد يحصل له معنى حال يدل على ذلك، فلأجل هذا كان التلقين يحصل بهذا المعنى، فكل من يلقن الناس من تلقاء نفسه يحصلهم هذا المعنى، لا تحصلهم هذه البذرات وزرعوا هذه البذرات في قلوبه،
يحصل له هذا الحال الذوق المعرفي ليحصل لهم. فلذلك قد لا ينتفع به المريد أو لا ينتفع الشخص الذي أخذ عن غير المأذون، لا ينتفع بذلك التلقين، مجرد التلقين يحصل بركة الذكر وثوابه لا يحصل به. أما إذا كان يقصد بأخذه طريقة السير إلى الله تعالى والترقي في مقامات السلوك وقصد معرفة الله وتحقيق العبودية لله، فإنه يجب أن يأخذ الطريقة عمن له الإذن في ذلك. أو إذا أذن الشيخ للمريد أن يعقن الذكر حصله على يده نفس المعنى، وإذا أمر المقدم يعني كذلك المقدم الإذن من الشيخ أن يلقن الناس الذكر يحصل له نفس المعنى بحمد الله مع قوته. ولهذا أمانع أرباب التربية أن يتجرأ المريد فينقن الناس الذكر من تلقاء نفسه، لأنه لا يفعل لا يحصل لهم بذلك تزكية للنفس ولا يحصل ترقية في مقامة الإحسان. ما أكبر شيء يحصل لهم وهو أنه ثواب الذكر الذي يذكرونه. أما مسألة السلوك لا تحصل شيء في السلوك، ولكن بعض المريدين إذا مثلا سمع مثل هذا الكلام يقول مثلا أنا أخذت الطريقة عن سيدي فلان وما حصل لي نوع من النورانية وما حصل لي كشف وما حصل لي فتح وما حصل لي ذلك، نقول له إنما الأصل في هذا هذه البذرة التي قد وضعت في قلب المريد تتنور كما أسلفنا وتكبر على صدق قدر المريد، وقد لا يقع للمريد فتح في دار الدنيا، دار الدنيا هذه قد لا يقع له فتح، إن الله تعالى بحكمته يهب لمن يشاء ذلك. وإنما هذا أدب التلقين ينفع في الآخرة كما أسلفنا الآن لما تكلمنا عن الصحبة، هذا التلقين ينفع في الآخرة. فإذا كنت في صحبة ذلك الرجل الصالح العارف الولي المأذن له بالتربية والإنشاء والإرشاد، فإنها تكون مع الذين يكون المرء مع من أحب كما أسلفنا الآن في مسألة الصحبة، فتنتفع بصحبة هذا الشيخ في الدنيا وفي الآخرة. يعني مجمل خلاصة القول باختصار، نسأل الله تعالى أن يعلم جهلنا ويفقنا آمين. بارك الله فيكم سيدي. So to answer this question, is it permissible for murid to teach the awrad of the tariqah to someone else? So the answer is no, it is not permissible, unless the sheikh has given this murid the permission to do this. And this is a topic of great importance. This is a great issue. This is not something that we should take lightly. Because when a true sheikh who has the permission to take murids, gives a murid a word, gives him the word, he actually effectively plants a seed of iman and light in his heart. And the fruits of this seed could grow and bear fruits, inshallah. And these fruits are proportional to the level of sincerity and the level of truth that this murid places in Allah subhanahu wa ta'ala and in his sheikh. So given the word, if someone is not permitted to give the word to someone else, then this person will not experience the fruit of this seed, and this operation will not happen. Maybe barely what will happen is maybe the person will benefit from the benefits of the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, because the awrad are a dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So that could happen. But in terms of connection to the sheikh and having this seed bearing fruits, then this process does not take place. Another point to highlight is a murid may or may not feel or experience a kind of opening after he takes the word from his sheikh in this dunya. However, in the akhirah, inshallah, it is expected that the murid who has taken from a true sheikh word, inshallah, if he doesn't see any opening in this dunya, inshallah, he will see it in the akhirah, as we have explained in today's class, that the benefits are by being in good companionship with the wali of Allah subhanahu wa ta'ala, are either in this dunya or the akhirah or both. So this is, in a nutshell, what is the answer to this question. Barakallahu fikum sayyidi. نعم سيدي. إذا كان من سؤال ما كانش، إن شاء الله نختم إن شاء الله بدعاء خفيف. Is there any question, brothers, sisters? You can maybe send it over the chat. Otherwise, إن شاء الله we'll do that.
شاء الله حسن. ليس من أسواس. تفضل سيدي. اللهم إنا اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم نسألك أنك أنت الله الواحد الأحد رب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لا يعلم كيفه إلا هو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك ونزهة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر عن العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم أمننا مما نخاف وأدخلنا في دائرة الألطاف. اللهم يا علم السر منا لا تكشف الستر عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن نسألك الخير كله ما علم منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما نعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولحق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الحياء من الأموات. مولانا إياك سألنا وببابك وقفنا وبفضلك تعرضنا فاقم الله الكريم علينا ولا تخيف فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اطفنا واحفظنا يا رب العالمين من الفتن ومن البلاء ما ظهر منها وما بطن ما علمنا وما علم أحمر الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واطفنا وجميع المسلمين من هذا الوباء واعف عنا رب العالمين هذا البلاء بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم آتي نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها يا أحمر الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياكم من المتحابين فيه ممن اجتمع عليه وافترق عليه فعلا الله إياكم بالصحبة في الله في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالسعادة. اللهم زعنا المشايخ ومتقدمين الذين تقبل العفو الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم واكرم نزلهم الأحياء. اللهم رب العالمين اجعل البركة فيهم وقوي إمدادهم وقوي إمدادهم حسا ومعنى وقوي إعداد متابعيهم ومريديهم وقوي في حسن ومعنى أحمر الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين الذين كانوا سببا في اجتماع القلوب على محبتك والتألف بين الأرواح في محبتك يا أحمر الراحمين يا رب العالمين اجعل اللهم عنا خير الجزاء. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك وجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وصلني وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك ومزنة عرشك ومزنة كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكبركم الله وجزاكم الله بخير وتقبل الله منا ومنكم. تقبل الله وبارك لكم.